الو الو، ايوه يا استاذ محمود. يا استاذ محمود حضرتك، يعني انا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب ايه؟ معقوله هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك، ها؟ لا بديله مرتبه طبعا، بديله مرتبه. هو قال لحضرتك ان انا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشره مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك؟ انا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من ايام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. الو يا استاذ محمود، استاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك استاذ محمود. يظهر ما دفعوش الفاتوره. ها في اسئله تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني احنا كلنا اتضربنا واحنا صغيرين. عشان ايه؟ عشان نتعلم. ثانيه واحده. العاشره مساء. الو ايوه يا استاذه منى. والله انا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا، اكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك ان انا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك، هو يقول اللي هو عايز يقوله، انا بتفرج على العاشره مساء من ايام ما كانت العاشره الا ربع. يا استاذه منى، استاذه منى. الو الو، ما دفعوش الفاتوره برضه كده. مش فاضل قدامي غير الاستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمره معتز؟ حبيب قلبي، ايه لازمة الحرب الإعلامية الأولى اللي أنت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينكوا، استهدى كده بالله. أنت عارف رمزي؟ القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما، أنا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب أي حاجة ويعمل اللي في دماغه. يا مش عارف أحكمه، مش عارف أحكمه. أنا عايز أفهم حاجة يا عادل، هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفده يا أخي، ارفده وخلصنا. يا سلام، ارفده عشان الأستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفده وفين حقوق الإنسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا أنا ناقص. طب اوكي اوكي خلاص يا بيبي، اعمل هدنة. يا سلام، اعمل هدنة عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضية اتصعدت ووصلت لبلاد برا في اوروبا، دلوقتي القضية هتتنظر في محكمة العمال بتاعت اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا، محضر مع اتلانتا لمرة مستعجلة. اؤمر يا استاذ جون باولا، اؤمر. حدك عايز ايه؟ اريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم، فقد خسر القضية التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه؟ الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام، فقد خسرتم القضية وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الأضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم، ده ظلم. عادل عادل، ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. بيبي يا حبيب قلبي، سلامتك من سلامة قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان. الندل الندل الجبان. دولة حبيبي، دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده يا دولة، الف سلام عليك. عايز ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديدة. يا نهار ابيض يا دولة. ايه يا دولة؟ فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجة يا دولة؟ يا دولة حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولة. معلش يا عادل يا حبيبي، ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي، هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دولة بقى، يعني انا ليه حبة شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط؟ يعني شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرضة، شفت النمرضة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة، يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم، ماشي؟ وتجيب لي كل يوم بيت كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري؟ طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا، يعني كمان علبة كشري؟ علبة. معلش يا دولة أنا آسف يا دولة، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولة حبيبي. دولة حبيبي.
خلاص خلاص. السلام عليكم. انا جزمه انا جزمه. انا عارف انك جزمه ووسخ ايدي. بص ازاي ماشي. خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دولا حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بسقعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليه قلم. ماشي يا دولا. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولا. 3 ايام ما ضربتكش؟ الثلاث ايام دول بكام قلم؟ بثلاث اقلام يا دولا يا حبيبي. الف سلام عليك. ثلاث اقلام. طيب تعالى لي ايه ده دولا.